خليك حاجة تكون أول. هاد السيد حنا كنعرفوه سنين معانا هنا خدام هنايا، عمرنا ما جبرنا عليه شي حاجه زعما ديال هادشي، ولكن اثر عليه هادشي هذا ما عرفناش هادشي هذا ما جاه. عمره ما اذن الحومه، حنا دابا كتقالوا شي حاجه هنا شي واحد الخطر كتنظر شي عافيه هنا في المحل ديالو كان هو مسكين مسافر. ونودنا حنايا بالماتريال ديالنا حنا فكينا العافيه من هنايا فهمتي؟ فكينا العافيه هنايا ولادنا حنا والجماعه الله يجازيها بخير فكينا داك الشيء هذاك ما كاين حتى شي حاجه. ما مسكو زعما شي حاجه كان لا سيد ولد الناس 100%. وهادشي هذا كيفاش توقع له ما عرفناش كيفاش توقع له صراحه هي هادي. كنا كنعرفوا مزيان الراجل مضخم يعني كنطلعوا منه كنجبروا الطنوبر ديالو واقفه هو خدام ما على فهمتي الدراري مع خدامين الدراري الحومه ماشي شي دراري فهمتي ايوا صافي داكشي اللي كنعرف انا يعني. انا ملي كنعرف النجاره كنعرفوا النجار انا هاد هنا ماشي نقول يعني اللي جيتنا هاد الحومه وانا كنعرفوا انا فهمت 4 سنين وانا كنجي كنجبر النجار صافي يعني ما عمر قال الله يا عمر اصلا على الدراري ديال هنا الحومه خدامين معاه ما كيتعامل ما عمر سمعت على شي صداع ولا شي حاجه والله العظيم اللي يجي ولي تلاقنا في الحاجه ما عندك شي ما غنبقى لك 50 درهم كيسمح لك فيها وكيتعامل معنا احسن واحد عمرنا هذه انا هذه الاخريه 7 سنين وانا كنتعامل معاه عمري شفت عليه شي حاجه والله يا انا كاع نبان لي شي كسيده ولا شي حاجه قلنا لك الراجل اما ديك الراجل هذاك ما ذنوش بيا قال لك سي هذاك والله ما قدرنا نوب هذاك والله العظيم بحال اللي تاسفنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.